صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ اول يوم ليا انام امبارح، وزي ما انتم شايفين انا في تشيكيا في مدينه قريبه من الحدود. ان شاء الله باذن الله احاول النهارده اطلع على المانيا. للاسف مفيش قطار من هنا لميونخ، فهتنقل بقى زي ما كرسي هدخلها. تعب جامد. صباح الفل. عاوز اوريكم المدينة اللي انا فيها، مدينة هادية خالص. وطبعا كل المدن دي والدول دي نظافة مش عاوز اقول لكم يعني، بس اكتر حاجة لفتت نظري ان كل بيت فيه كلبين او كلب على الاقل. والله العظيم بيحبوا تربية الحيوانات بطريقة بشعة. انا قاعد في العمارة دي في شقة في الدور الرابع، ما انتوا شايفين، حتى ما اعرفش اسم المدينه، والله ما اعرف اي حاجه، مش عارف اي حاجه. الحمد لله. صعبان عليا اوكرانيا قوي، والله صعبان عليا كل حاجه في اوكرانيا. ماليش نفس لاي حاجه، ومفيش طاقه لاي شيء، ولا الواحد ياكل، ولا يدوب الواحد نام زي القتيل صراحه يعني من التعب. أكتر من 4 أيام سفر، حاجة صعبة جدا. ادعولي يا جماعة، ادعولي ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. بالنسبة للمصاريف السفر والقطارات والحاجات اللي احنا ركبناها والأتوبيسات وكل حاجة، صراحة ما دفعناش حاجة خالص، بس كنا بندفع 2 يورو نظير تغيير التذاكر من مدينة لمدينة أو من مكان لمكان. يعني كنا بنركب قطر وبعد كده ننزل نركب قطر غيره، ففي المرحلة دي بنروح شبابيك التذاكر وبندفع 2 يورو عشان يحددوا لنا الوجهة اللي احنا عاوزينها. بس هو ده اللي دفعناه، لكن ما دفعناش مبالغ كبيرة. بالنسبة للناس اللي هي معهم إقامات داخل أوكرانيا في طيارة، بس طيارة مدنية، بالنسبة للناس اللي هم معهم إقامات، دول يعني دفعوا فلوس كتير. يعني أنا شفت واحد في سلوفاكيا عشان يروح تشيكيا دفع 45 يورو. دي حقيقة والله. معرفش ليه المقيمين مش حاطين صور الهويات بتاعتهم، حاطين صور جوازات السفر الأوكرانية والآي دي الأوكراني بس، بكل أشكاله، حتى الكنيجة القديم أو اللي هو الباسبورت القديم اللي كان في أوكرانيا. في ناس ما عملتش الباسبور الجديد، فكانوا بيمشوا بالباسبور القديم اللي هو إحنا عارفينه أو الأوكران عارفينه. ده مسموح بيه، الآي دي مسموح إن أنت تسافر بيه، مش لازم باسبور. ودي أنا شفتها مع واحدة ست كبيرة في السن، ما معهاش باسبور خالص، مع الآي دي بس، عاد سمحوا لها وصفروها وعاد وركبوها وزي الفل يعني. الناس اللي هم معهمش فلوس، بالنسبة للمقيمين أنصحهم على شباك التذاكر يقول له أنا معيش فلوس. الكنيسة أو الكنائس واقفة بقى في محطات القطارات والأتوبيسات بتدفع للناس، يعني الكنائس بتساعد في هذه المحنة والجمعيات الخيرية. لكن صراحة الدولة مكبرة دماغها بالنسبة للناس المقيمين والناس اللي معهاش فلوس. عادي تولدتات تخش تولدت بنص يورو، 50 ايه، معرفش اليورو بيتقسم ايه يعني، ولكن بنص يورو يعني مرة الواحدة التولدت. ومفيش حاجة اسمها ما معيش فلوس والكلام ده كله، انسى. وده يعني هم موظفين، دي تعليمات، واخد بالك. انا بس حابب انقل لك الصح وانقل لك الصورة الصح. يعني شايف هناك في واحد اهو معاه 3 كلاب. موضوع الكلاب ده بقى شفته كتير جدا جدا جدا، واخد بالك. ف زي ما قلت لك، في نسيان للمقيمين، ربنا يعينهم. فاللي ما معهوش فلوس يا جماعه منكم يقول لهم انا ما معيش فلوس، الكنيسه او الجمعيات الخيريه هتدفع لك المواصلات لحد ما توصل الوجهه اللي انت عاوزها. بس بالنسبه للناس اللي عاوزه تعمل لجوء، والناس اللي هي يعني فرحت باللي حصل في اوكرانيا عشان يعملوا لجوء، يعني انا مش مع الناس دول. انا عن نفسي مش هعمل لجوء في اي مكان. انا هرجع اوكرانيا تاني، فمش من مصلحتي ان انا اعمل
لجوء في اي مكان. وليه اعمل لجوء؟ ان شاء الله اوكرانيا هترجع ونرجع نبنيها كلنا تاني للناس اللي هم محترمة، اللي عندهم قلب، اللي ليهم انتماء في اوكرانيا، سواء كان مغترب او اوكراني، كله هيرجع ان شاء الله ويبني البلد من جديد. وان شاء الله اوكرانيا هتتطور وتبقى افضل من الاول ان شاء الله باذن الله، لانها بلد فعلا تستحق الاحترام. بصرف النظر عن اللي بيحصل والمجازر اللي بيعملها بوتين، منه لله حسبنا الله ونعم الوكيل، فيه ينتقم منه ربنا، ونشوف في يوم ان شاء الله في كل من سنده وكل من قال ان هو على صواب. كذابين الاعلام الروسي والله العظيم كذاب يا جماعه. اللي انا شفته على الطريق من دمار المنازل وما رضيتش اصورها، والله ما رضيتش اصور يا جماعه عشان ما اذكوش اكتر من كده. وفي نفس الوقت كان في بعض القوات على الطريق وحاجات كده للاوكران، ما رضيتش اصور عشان ما نقلش اسرار الاوكران بره وابقى انا ساهمت في تدميرهم، لاني بعض وكالات الانباء الروس بيستمدوا المعلومات منهم. يعني للاسف وكالات الانباء بتبقى في بعض الاحيان جواسيس على الاوكران نفسهم، فهمت؟ فنصيحه، ما تصدقش الاعلام الروسي ولا الاعلام اللي بيتكلم بيقول لك ان الدنيا حلوه او الدنيا وحشه او ايا كان الكلام. يعني صراحه الوضع لا يبشر بخير، مفيش طبعا اي شيء ولا اي حاجه من الحياه. كل المنتجات الغذائيه شبه معدومه داخل اوكرانيا، يعني اللي عنده لقمه يبقى نفد في هذه الاجواء. طبعا خروجي من المدينه بتاعتي والله كان خروج اضطراري زي ما بيقولوا، لاني الخزين في البيت بدا يخلص، مفيش سوبر ماركت فاتح، المايه قطعه، الكهرباء قطعه، الغاز مش موجود، التدفئه طبعا في الجو الساقع ده مش موجود، فطبعا مفيش اي خدمات داخل المدينه. فاضطريت ان انا اخرج، وده اللي خلاني اخرج بس، لان بكره ما كانش خير. وسبحان الله خرجت تاني يوم او تالت يوم بتصل بحد في المدينة بتاعتي قال لي البيت اللي انت فيه اتدمر كله، الواجهات بتاعته. فالحمد لله الحمد لله الحمد لله على كل شيء. ده اللي انا حبيت اقوله لحضراتكم عشان انتم تبقوا عارفين الوضع صح. انا بقول لكم دايما الحقيقة، ماليش دعوة بالرغي الكتير والهري الكتير من بعض الناس. اولا الناس دي ليهم مصالح مع روسيا ويهمهم قوي ان روسيا تبقى في الامجاد، ما يهمهمش ان يقولوا الحقيقه قد ما ان هم يفبركوا ويكذبوا على الناس. انا دايما بقول لك الحقيقه. فالوضع في اوكرانيا بصراحه وضع مزري جدا. الاطفال شفت حاجات سيئه جدا، مش عاوز انكد عليكم، ولكن شفت حاجات تضايق جدا جدا جدا، وخصوصا الاطفال. المفروض ان الاطفال في اوروبا خط احمر، سبحان الله الاطفال في اوكرانيا بيتقتلوا قتل عمد. عارف يعني ايه قتل عمد؟ يعني انا لا انسى الطيران اللي كان بيطير فوق بيتي والصواريخ اللي كانت بتضرب بعيد عن بيتي ب 300 400 متر، وبسمع صوتها الضخم اللي يخض ويرعب اي بني ادم. كنت قاعد في الشقه ما اتنقلتش منها، كل الناس كانت بتنزل المخبأ، والله ما نزلت ولا مره، والله ما نزلت ولا مره، والله ما نزلت ولا مره. فضلت قاعد في الشقه بتاعتي ونايم على سريري وبتشاهد واقول يا رب انصرنا يا رب، يا رب انت على الظالم. ما كنتش بقول اكتر من كده، وكنت بقرا قران دايما وسلمت امري لله عز وجل، والحمد لله ربنا نجاني وسترني وخرجت من اوكرانيا. بس اوعى تفتكر ان انا خرجت من اوكرانيا وانا فرحان وسعيد، لا، انا خرجت من اوكرانيا وانا قلبي بيتقطع على كل ذكرياتي الجميله، بيتي، عملي، فلوسي في البنك اللي معرفتش اصرفها. يا مسهل، النهارده هحاول اصرف اي فلوس هنا من تشيكيا عشان اكمل طريق. في ناس بتقول احنا هنعمل لجوء، اللجوء هيدي لك شقه وهيدي لك مرتب ومش عارف ايه والحاجات دي. انا بالنسبه لي يعني الحمد لله مستوره، مش محتاج حاجه لحد دلوقتي، ولا انكر ان المصاريف هنا صعبه جدا وغاليه جدا جدا جدا، ولكن لو لقيت حاجه مجانيا انا طبعا مش هقول لا، وهقول لا 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 انا هصرف من جيبي ولا اتفشخر، لا طبعا، بدليل ان انا ركبت القطارات والاتوبيسات مجاني، ما عملتش فيها بالرجال ورحت مطلع من جيبي وقلت لا ما تصرفوش عليا يا اولاد اللي مش عارف ايه، لا، استفدت برضو بالخدمات بتاعتهم المجانيه لاكتر وقت ممكن، يعني او لاكبر وقت ممكن. هو ده اللي انا اقدر اقوله. لكن موضوع اللجوء بصراحه يعني ما اقدرش اقول لك ما تعملش، وما اقدرش اقول لك اعمل،
ولكن انت بصير على نفسك وتعرف مصلحة نفسك اكتر واحد في الدنيا. فهمت؟ يعني ده اللي انا حبيت اقوله النهاردة من تشيكيا، من المدينة اللي انا ما اعرفش اسمها، ولكن العمارة اللي انا ساكن فيها هي دي رقمها اللي هي 242، العمارة التانية. بس بين دول تلات عماير، 239 و242، والناحية التانية هتلاقي بقى ايه 243 وكده. فهمت؟ يعني اتمنى تكونوا فهمتوا الموضوع صح. بالنسبة للناس اللي هي كانت بتتكلم كلام سلبي ليا، انا قلت لكم ان انا كنت بمسح هذه التعليقات واعمل بلوكات للناس اللي هم السفلة قليلات الادب. فحضرتك هتقعد تدور في التعليقات مش هتلاقي حد بيتكلم كلام سلبي، الا بعض الناس كنت بسيبهم عشان انتوا تضحكوا عليهم على تفاهتهم وهيافتهم. لكن روح ده انت كافر، روح ده انت زنديق، روح ده انت مش عارف ايه الكلام ده. يعني انا قلته وهم عارفين ان انا قلته، اللي هم قالوا التعليقات دي ولا الشخص اللي هو عمال داير وعمال مش عارف يعمل ايه في نفسه، انا قلته والموضوع خلاص. يعني الحكاية مش محتاجة ان احنا نقعد نتكلم زيادة عن اللزوم. فهمت؟ وحذفته عشان ما اذيش حضراتكم، وفي نفس الوقت ما اذيش نفسي ان انا كل شوية ابص على هذه التعليقات. في ناس بقى حبت بقى تتفلسف وتتفزلك وتتحزلق وتكتب بقى وتقعد تقول لك في تواريخ ومش عارف ايه وبتنجان، انا مالي يا عم، انا ومالي الكلام ده. روح يا حبيبي الكلام ده اقوله في روسيا، ولا اقوله لاي حد في وكالة انباء ولا بتاع ولا نشط اخبار ولا كده. يا عم يا ناقصك يا عم، ما ارحمونا بقى شوية يا جدعان، ارحمونا الناس اللي هي بترغي زيادة عن اللزوم وبتتكلم كلام كتير وزيادة. يا باشا انت قاعد على الكرسي بتاعك ولا على السرير بتاعك ولا على الكنبة بتاعتك، قدامك كوبايه الشاي ولا فنجان القهوه بتاعك، ولو بتدخن زي حالاتي كده وسجارتك المتينه وحط رجل على رجل ولسه خارج من حمامك، غيرك بقى يا باشا ما عندوش الكلام ده كله. فمش ناقصه قرف وناقصه كلام وزياده عن اللزوم نقعد نهري كتير. عندك كلمه طيبه اقولها؟ ما عندكش، الله يكرمك، خليك في حالك وسيبنا في حالنا، الله يكرمك عشان احنا ربنا يعلم بينا. فهمت؟ انت حبيبي ما خسرتش يورو من جيبك، احنا بقى خسرنا كل ممتلكاتنا. فما تبقاش انت والزمن يا متى انت عاوز تكيدني انا شخصيا. يعني رجاء انا ما بهتمش بحضرتك، يعني حضرتك انا هعمل لك بلوك وريح دماغي وريح الناس منك. فما تتعبش نفسك تقعد تكتب لنا في عرايد، روح يا حبيبي العرايد دي روح على اي محكمة قولها واشتكي همك لغيرنا، لان احنا اللي فينا مكفينا. يلا حبيبي صباحكم ورد وعسل، خلي بالكم من نفسكم، اشوفكم على خير، وحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. فيك يا بوتين ربنا ينتقم منك، ربنا ينتقم منكم كلكم اللي سندتوه وبقيتوا تدافعوا عنه. حسبنا الله ونعم الوكيل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم.